السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. يقول مفسر الأحلام: رؤية الزواج من شخص لا تحبه في المنام العذباء يدل على كثرة المنغصات والمشاكل في حياتها، وقد تدل على تغيير أحوالها للأسوأ للأسف. فيما رؤية الزواج من شخص مجهول لا تحبه في المنام العذباء فهو يدل على حملها مسؤوليات لا تقوى عليها. وقيل: حلم الزوج من شخص مجهول تكرهه العزباء يدل على خوضها في أمور تكون عواقبها وخيمة. ورؤية الزواج من شخص معروف لا تريده في المنام العزباء يدل على فشلها في تحقيق رغباتها وأمنياتها. ورؤية البكاء عند الزواج من شخص لا تحبه في المنام العزباء يدل على ندمها على فعل أمر خارج عن إرادتها. أما حلم رفض الزواج من شخص لا تحبه للعزباء فيدل على تهربها من المسؤوليات الثقيلة على كتفها. وحلم الإجبار على الزواج من شخص لا تحبه للعزباء يرمز لشقائها بعمل وتحملها أغلاط الآخرين. ويقول المفسرون أيضا أن هروب من الزواج من شخص لا تحبه للعزباء يدل على تهربها من المسؤوليات والأعمال التي لا تقوى على فعلها. ويقال أيضا: رؤية الزواج من شخص غير محبوب في المنام المطلقة يدل على الهموم الغالبة في حياتها من المسؤوليات الكبيرة التي على عاتقها. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.